يعطيكم العافية. درس اليوم بكل بساطة حيكون عن أهمية إنه الواحد يكون على الوقت. لما أنت تكون واعد شخص أو متواعد مع شخص إنك بدك تكون موجود، ضروري جدا إنه إحنا نكون موجودين على الوقت. طبيعة يعني بشرية، مش طبيعة بشرية سوري، ضروري جدا، لأنه هيك مفهوم اللقاء. أنا لما أحكي لك بدلتي معك على 5:30، مفروض إنه أنا على 5:30 أكون في المكان اللي إحنا اتفقنا نكون فيه. هلا أكيد إحنا كلنا يعني كنا عم نمزح من قبل، وسمعنا مزحات كثيرة إنه العرب دائما بتأخروا طبيعي، ودائما يعني هم العرب هيك. وصراحة إشي مزعج، لأنه أنا صراحة لما دخلت على مجال اللايف كوتشنج، كمية الناس اللي تأخرت عن مواعيد، كنسلت مواعيد بآخر آخر لحظة، ما إجت على المواعيد، كمية كتير كبيرة وأزعجتني كتير. لأنه أنا جدولي بكون أنا حاطك فيه وحاجز وقت ومخصص وقت ومجهز أموري عشان أنا أقعد معك وأعمل لك لايف كوتشنج. بتيجي أنت بتتأخر، بتيجي أنت بتكنسل بآخر لحظة، بتيجي أنت ما بتيجي يعني، أو يعني ما بتيجي على اللقاء بالمرة بدون ما تحكي لي، فأنا وقتي بروح على الفاضي. أنا ما بحكي هيك عشان إنه عندي فولورز أو هيك، أنا بني آدم طبيعي زيي زيك، بس عشان أنا أعرف أرتب يومي. تخيل إنه أنت مثلا، أنا قلت لواحد فيكم مثلا إنه خلينا نلتقي يوم من الأيام في المول، وأنتوا خلص جهزتوا حالكم على أساس إنكم بدكم تلاقوني في المول، لبستوا طلعتوا بدري رحتوا على المول ظبطتوا أموركم، استنيتوا 5 دقائق 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة ساعة، اتصلتوا فيي وقلت لكم آه صح نسيت أقولكم والله اضطريت أروح محل تاني. كيف هتحسوا وقتها؟ لانه فعلا انت لما تيجي على الوقت او لما تيجي بدري، انت بتوري فعلا انك انت بتحترم الشخص الثاني. بس لما تكون متاخر، انت بتوري انه هذا الشخص الثاني انت مش مهتم فيه، مش مهتم إن كيف بشوفك، هو قيمته عندك واطيه. ففعلا يعني انت بتبعت للناس صوره سيئه جدا 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 عن حالك لما تكون متاخر، لانه انت بتوري انه انت مش مستعد تحترم هاي الناس. وفعلا هذا الموضوع ازعجني. كان عندي انا ظرف الاسبوع الماضي، قبل اسبوع تقريبا يعني الجمعه الماضي بالضبط، كنت مفروض اواعد ناس عشان اللايف كوتشنج، واتفقنا وحكيت لهم ها خلص كلمتكم يوم الجمعه الساعه 1:30، قالوا لي خلص محمد وعد وعد وعد. يوم الخميس اكدت عليهم مره ثانيه خلص كله تمام، كله تمام محمد ما في خلص ما في داعي تقلق. قلت لهم خلص اتاكد، يعني نقيت عليهم كثير عشان اتاكد 100% ما في نقاش ما في جدال. يوم الجمعة الصبح بعثت مسج شو يا جماعة خلص أمورنا تمام، أمورنا تمام بنشوفك على 1:30 على أنا طلعت بدري من البيت أوكي، إلا إجاني مسج قبل ما أفصل من الواي فاي بشوي، إجاني مسج محمد لازم نأجل إحنا الموضوع كمان 1:30. يعني قلت ماشي أوكي، يعني بتصير في ظروف عائلة شغل شو مكان أوكي ماشي حال. أجلتها 1:30، شوي تضايقت بس قلت مش مشكلة، يعني ما دام أنا بشوفهم بالأخير ما في مشكلة. قعدت 1:30 صورت فيديوهات بالغرفة نزلتها على التيك توك، بعد 1:30 رجعت نزلت، بعد 1:30 إجاني مسج محمد كتير آسفين لازم نكنسل. طب أنا كيف وقتها أنا كيف حسيت؟ صار لي أسبوع بتابع معك أو معك، أسبوع بتابع وبحاول ويلا 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 وبالأخير بتكنسلوا. صراحة شعور مقرف مقرف. فلا تحطوا حالكم انتوا في هذا الموقف انه حد يعني يتضايق منكم لهذه الدرجة. كونوا على الوقت. هذا الاشي بوري انكم انتوا ناس متحضرين، ناس بتحترموا غيركم، ناس بتحترموا حالكم، وبشكل عام تكسبوا يعني اوكي. يعني مش انه محبة الناس هي غاية لا، بس انه اشي حلو انه لما الناس تحترمك، لما الناس تحب انه انا والله بحب اجتمع مع محمد لانه دائما على الوقت، اشي طبيعي. هلا للاسف صارت عمله نادره انه الناس تكون على الوقت، صرنا متعودين كل حد يكون متاخر. طب الوقت هذا شو نساوي فيه؟ مره ثانيه اتفقت انا اليوم اللي بعديه يوم السبت الماضي، اتفقت اني انا الاقي الناس في المول عشان اللايف كوتشنج. اتفقنا انه نكون هناك على الساعه 1، وصلوا هم على بعد 40 دقيقه. طب وانا واقف في المول يعني مش عارف وين اروح ولا وين اجي، ولا اقعد في مطعم ولا اقعد في كوفي شوب ولا اقعد وين ولا اوقف 40 دقيقه، لاني انا مش عارف هم شو يعني. صح بدنا نعمل لايف كوتشنج، بس كمان هم عندهم يمكن حابين يقعدوا في محل معين او شيء هيك. فشيء مزعج 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 مزعج. اوكي ما في مشكله اني تاخير 5 دقائق ماشي حال، 10 دقائق اوكي، 40 دقيقه او كنسلت اخر لحظه، يعني هاي كثير مزعج يا جماعه. فاامل انه الصوره تكون وصلت، يعني اامل انكم انتم تفكروا هذا الموضوع. وعلى فكره سهل كثير الواحد يكون على الوقت. صار عندنا شيء اسمه جوجل مابس،
فنان بيوريك قديش بتاخذك المسافه من بيتك للمحل اللي انت رايح عليه، بيوريك قديش في زحمه، فانت بتطلع اوكي المشوار بياخذ مني نص ساعه، فانا خليني اطلع قبل 40 دقيقه من اللقاء، 10 دقائق هيك يعني لا سمح الله صار في زحمه زياده، تاخرت نسيت شيء في البيت ورجعت اخذته، حط لحالك 10 دقائق زياده عشان تتاكد انك على الوقت. بالاخير انا اوكي كل واحد فينا بتاخر، انا اليوم مثلا كان عندي موعد عند المستشفى تاخرت عليه 10 دقائق، انا بغلط زي زيكم، قولوا لحسن الحظ انه كمان الشخص اللي انا كنت جاي مع يعني اشوفه اللي هو يعني الشخص اللي بيعمل لي علاج طبيعي كمان كان شوي متاخر فما في مشكله، بس بشكل عام بحاول انا قدر المستطاع اني اكون على الوقت. الواحد لازم يحاول لانه هلا الناس بطلت تحاول، بالنسبه لها هذا خلص صار حكي فاضي، فلو سمحتوا مش عشاني، انا بعرف يمكن كثير منكم ما حيشوفني عن حقيقه، مش عشاني، عشانكم، عشانكم انتم تذكروا هذا الشيء، وشكرا لكم.